هل يختم الله على قلوب المنافقين أو قد يهديهم؟ الله جل وعلا قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. قد يختم الله على قلوبهم فلا ينتفعون بموعظة ولا يقبلون نصيحة ولا، لأن قلوبهم ختمت ما يدخلها شيء، ما يدخل إليها شيء، مختومة والعياذ بالله. نعم. والطبع كذلك طبع الله على قلوبهم. نعم. بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعم.